ظهر الشاب المغربي أدم أزنو صاحب 17 سنة في تدريبات فريق البايرن ميونخ الألماني ثاني مرة مع المدرب توماس توخيل بعدما اختاره المدير الفني السابق يوليان ناغسلمان اللاعب ليحضر برفقة عمالقة النادي البافاري ويستفيد من خبرتهم من أجل الاعتماد عليه مستقبلا في الجهة اليسرى للفريق الأحمر، خاصة مع رغبة الدولي الكندي ألفونسو ديفيز الرحيل نحو ريال مدريد الإسباني. واختار أدم أزنو بن الشيخ لاعب كرة القدم المغربي الأصل الذي يلعب لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اللاعب للمنتخب الوطني المغربي بعدما لعب سابقا للمنتخب الإسباني لفئة أقل من 16 و17 سنة. قرر آدم أزنو بن الشيخ وهو من مواليد مدينة برشلونة الإسبانية من عائلة مغربية العودة لحمل قميص المنتخب الوطني المغربي. وكان آدم أزنو لعب مبارتين للمنتخب الوطني المغربي لفئة أقل من 15 سنة سنة 2021، ثم لعب للمنتخب الإسباني لأقل من 16 سنة 7 مباريات وفئة أقل من 17 سنة 4 مباريات قبل أن يقرر أخيرا العودة من جديد للعب للمنتخب الوطني المغربي. وكتب آدم أزنو في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام: سعيد بأن أكون جزءا من الفريق المغربي مرة أخرى. وأكدت تقارير إعلامية مؤخرا إن الظهير الأيسر الواعد آدم أزنو لاعب رديف بايرن ميونخ الألماني يفكر في التراجع عن قرار تمثيل المنتخب الوطني المغربي وفتح الباب أمام الالتحاق بالمنتخب الإسباني. وأخطر آدم أزنو مقربيه بعدم رضاه عن الطريقة التي عمل بها في المغرب خلال تواجده في المعسكر التدريبي لمنتخب أقل من 17 سنة الشهر الماضي، فضلا عن استبعاده من القائمة التي شاركت في كأس العالم للفتيان بإندونيسيا. وحذف آدم أزنو التدويرة التي عبر فيها عن اعتزازه بتمثيل المنتخب المغربي مقررا التراجع عن قراره بسبب التهميش الذي طاله من المدرب سعيد شيبا، حيث لم يكلف هذا الأخير نفسه عناء الاتصال باللاعب وشرح الأسباب استبعاده من قائمة المنتخب المغربي للفتيان من أجل الرفع من معنوياته، آخذا بعين الاعتبار سنه الصغير ورغبته في المشاركة المونديالية. ويراهن الطاقم الفني لنادي بايرن ميونخ على منح كامل الفرصة للاعب الشاب آدم أزنو بن الشيخ كي يبهر في تدريبات الفريق الأول البافاري، وهو الذي نشر ستوري على حسابه بإنستغرام يظهر بقميص ناديه الألماني، كتب فوقها كلمة الحمد لله في إشارة إلى تحقيق حلمه بالحضور مع زملاء موطنه نصير مزراوي. ولد الشاب آدم في مدينة برشلونة الإسبانية عام 2006 من أبوين مغربيين، وانضم للفئة العمرية لنادي البلاوغرانا ليبهر بمؤهلاته الفنية والبدنية ليتم اختياره ضمن المواهب التي دخلت أكاديمية لاماسيا ليجري ضمه للاعب في صفه في المنتخب الإسباني تحت 16 عاما، رغم أنه سبق وحمل ألوان المنتخب المغربي تحت 15 سنة في مناسبتين، في انتظار أن يحسم قراره بتمثيل المنتخب الذي سيواصل معه مشواره بشكل نهائي في الفترة المقبلة. وكان بايرن ميونخ تعاقد مع اللاعب آدم أزنو في صيف 2022، حيث يراهن عليه مسؤول فريقه الحالي على مواصلة التألق بألمانيا بعدما تنبأ له العديد من النقاد الرياضيين في إسبانيا بقدرته على أن يصبح من مواهب كرة القدم في السنوات المقبلة. لذلك لم ينتظر اللاعب وقتا طويلا كي يجد نفسه في الوقت الحالي إلى جانب نجوم بايرن ميونخ بعدما احتضنه المدرب ناغسلمان الذي اعترف سابقا بقدرة اللاعب على تطوير مؤهلاته.